السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم على قناة أشرف القاضي. وحشتوني والله. أولا ثانيا إن شاء الله هنتكلم عن شاشة تعتبر شاشة ما اتكلمناش عنها قبل كده خالص خالص خالص، هي شاشات جاك. أنا دايما في بداية القناة كنت بحذر الناس اوعى تشتري شاشة جاك، أنا بتكلم بصراحة تامة، لأن شاشة جاك الخامات كان وقت الكلام ده من حوالي سنة تقريبا أو سنة ونص، كان أغلب الخام بتاع الشاشة خام ضعيف، البانل نفسه أو الشاشة نفسها كريستالة الشاشة كانت ضعيفة جدا، ممكن تتكسر من أقل خبط بصراحة. حاليا دلوقتي شاشة جاك غيرت الشكل والبرمجة النهائي نهائي بالنسبة للشاشات، غيرت الجسم الخارجي للشاشة، الديزاين الشاشة نفسه يعتبر اختلف عن الشاشات القديمة. ولا يلاحظ كده اللي عنده شاشة من 3 4 سنين غير اللي عنده شاشة بيشتريها النهاردة من المعارض اللي موجود فيها شاشات جاك. آسف اني بطول عليكم، لكن بس حبيت اقول في البداية ليه انا بعرض التراث ده من موديل شاشة جاك. اولا الموديل ده شاشة 58 بوصة 4K LED، طبعا موديل 15-8 تي، موديل 15-8 تي. الشاشة دي ميزتها اولا انها شاشة اي بي اس، والاي بي اس احنا عارفين من زمان ان ال جي 90% من شاشات ال جي كلها بتشتغل على الاي بي اس، والاي بي اس كتقنية شاشات في الموبايلات اصلا معروفة من زمان انها تقنية ممتازة جدا. انا برضو اسف اني بطول عليكم عشان ما حدش يقول ده بيضيع وقت. هنخش على الشاشة على طول. الشاشة اللي عندنا اللي بنتكلم عنها هي شاشة 58 بوصة، ودي يمكن دي الوحيدة اللي اقدر ارشحها كاندرويد. اولا شاشات جاك يا جماعة دلوقتي حاليا الصورة نظيفة جدا، الصورة نقية جدا مع ريسيفر. اولا ما فيش شاشة جاك فيها ريسيفر داخلي، كله الشاشات ما فيهاش ريسيفر داخلي خالص. كل شاشات الجاك عامة بتعتمد على بس الصورة. يعني ايه يا جماعة؟ يعني شاشات ال جي، شاشات السامسونج، السوني فيها محسنات للصوره، محسن ومعزز لتقنيه الالوان زي البيور كولر والاتش دي ار، وامكانيات كتير قوي في الشاشات الغاليه اللي طبعا سعرها لا يقارن بسعر الجاك. يعني هم شاشات تعتبر ضعف سعر شاشه الجاك، ممكن 3 اضعاف كمان في بعض الاوقات او 4 اضعاف. لو اتكلمنا على الشاشه الجاك بتعتمد على بس الصوره، بمعنى ايه يا جماعه؟ بمعنى ان انت عندك ريسيفر نظيف، ريسيفر اتش دي او فول اتش دي ممتاز، وكيبل اتش دي او وصلة اتش دي كويسة على الشاشة، هتشوف احلى صورة في العالم، هتشوف الصورة مميزة جدا وجميلة جدا، خصوصا طبعا في شاشات سوري في قنوات الاتش دي. طيب انا دلوقتي عندي ريسيفر اس دي مش اتش دي، وضعيف بعض الشيء وامكانياته قديم، هتلاقي الصورة مش حلوة. انا بقول لك من دلوقتي عندي شاشة او عندي تلفزيون عادي، هتشوف الشاشة بالصورة في التلفزيون عادي هتشوفها كويسة مش وحشة، لكن عن طريق الشاشة الكبيرة ديت كل ما الشاشة بتكبر، احنا بنتكلم على شاشة 58 بوصة بيفترق سعر الشاشة 58 بوصة من جاك اللي هي الفور كي 5500 جنيه، 5500 شاشة 4K 58 بوصة. تخيلوا يا جماعة شاشة 4K 58 بوصة سعرها 5500 جنيه. شاشة وحش كبيرة ما شاء الله، والصورة بتاعتها نقية جدا وممتازة جدا بصراحة. أنا شفت الشاشة بعينيا ما صدقتش إن دي شاشة. عفوا، شفت الصورة بعينيا ما صدقتش ان دي شاشة جاك، لكن مع يعني انا شايف قدامي كرتونة الشاشة، شايف قدامي صورة الشاشة، شايف قدامي البانل بتاع الشاشة، صورة مميزة جدا وكويسة جدا وصوت عالي جدا بالنسبة للشاشة. فدي مميزات في الشاشة ديت بصراحة عجبتني. الاندرويد بتاع اندرويد كويس جدا، اندرويد 8. الذاكرة الداخلية ضعيفة شوية، هي 1 جيجا بس، 1 جيجا، لكن الميزة اللي فيها انها بتقبل ان انت تزود لها ذاكرة داخلية بذاكرة خارجية، وده بيفرق كتير قوي قوي قوي. يعني انه ليه يفرق معاك انك يبقى عندك ذاكرة خارجية ممكن يتدخل يعني عندك في منفذ لكارت ذاكرة موجود بصيغة التي اف موجود للشاشة، لكن هي كشاشة شاشة كويسة جدا، شاشة كبيرة سعرها متوسط، سعرها كويس جدا.
لو كلمنا عن امكانياتها في عجاله، الشاشه بتشتغل على اولا اكتر من لغه، شاشه البانل بتاعها وكريستال الشاشه اي بي اس، وده تعتبر ميزه كويسه جدا بتديها قوه. الاي بي اس مميزته انه بيتحمل صدمات، فدي ميزه كويسه. زاويه الرؤيه الزاويه العالميه ال 178 درجه، اللي هي تعتبر زاويه يعني رؤيه زاويه رؤيه للوايد انجل او الزاويه العريضه، انك ممكن تشوفها من اي اتجاه كانك قاعد قدام الشاشه بالظبط، من اي ناحيه هتشوفها كويسه، ما فيهاش فريمات، ما فيهاش لاجات، ما فيهاش شغل البكسله، مش هتشوف حاجه من الكلام ده خالص بصراحه، لان اولا واخيرا دي شاشه يا جماعه 4K. 4K درجه الوضوح بالنسبه للشاشه او الريزوليشن بتاعها 3840 بكسل في 2160 بكسل بير انش، طبعا بدقه الالترا اتش دي او الفور كي، فتعتبر صوره نقيه جدا، امكانيات البكسل عاليه جدا، فصوره كويسه جدا جدا. نسبه الارتفاع في العرض بتاعها 16 ل 9 برضو النسبه العالميه. درجة السطوع 230 درجة، دي تعتبر درجة سطوع قصوى بالنسبة للشاشة، كويسة جدا، بتديك إبهار في الصورة، بتديك وضوح للصورة في المشاهد المعتمة. صورة نقية جدا خصوصا في اللون الأخضر اللي في المباريات، هتلاقي الصورة زاهية جدا واضحة جدا، فدي ميزة بالنسبة للشاشة دي. سرعة الاستجابة بالنسبة للتشغيل او للاوردرز بتاعها 8 ملي في الثانية، كويسة جدا وسريعة. مساحة التخزين زي ما قلنا مساحة حوالي 1 جيجا، وهي دي يمكن العيب الوحيد انها مساحة صغيرة، يعني هي هتقبل تطبيقات وهتنزل عليها تطبيقات عادي، والاندرويد بتاع اندرويد حديث عالي، لكن مش هتكون يا جماعه في سرعه مثلا شاشه سوني او شاشه توشيبا. خلينا واقعيين، سرعه الاندرويد هنا مش هتكون زي توشيبا او السوني، لكن كاندرويد موجوده وعليها البراوزر بتاعها شغال وعليها الجوجل بلاي، وامكانيه انت تنزل عليها تطبيقات بمنتهى السهوله، بتنزل عليها تطبيقات. منافذ الشاشه عندك 2 منفذ اتش دي ام اي و2 منفذ يو اس بي، ومنفذ الصوت ومنفذ للاوديو فيديو موجودة في التلفزيون بتاعنا. الشاشة شاشة كويسة يا جماعة جدا. عندنا طبعا الشاشة بتقبل البث الارضي العادي الانالوج مش الديجيتال، بتقبل بس ارضي عادي مش اللي هو الانالوج مش الديجيتال. فيها منفذ للسماعة، منفذ الار جي 45 موجود. الصورة مميزة جدا والشاشة كويسة جدا يا جماعة. سعرها زي ما قلنا ال 58 بوصة سعرها 5500 جنيه. في ناس كانت عايزه تعرف اسعار شاشات جاك، هنقولها برضو في عجاله عشان ما نطولش عليكم. التلفزيون السمارت الاندرويد ال 32 بوصه جاك ب 2000 جنيه، ده كويس جدا برضو. 32 بوصه بسمارت اندرويد كويسه جدا، والصوره بدقه الاتش دي ب 2000 جنيه. الاندرويد سمارت 43 بوصه سعرها 3500 جنيه برضو، يعني مميزه جدا، اللي هو النوع ال 13 ال 134 بي، تعتبر دي من الشاشات الحديثه. 43 بوصه عامله 3500 جنيه سوري. تلفزيون سمارت اندرويد ال اي دي فول اتش دي 50 بوصه من جاك سعرها 4300 جنيه. تلفزيون سمارت اندرويد 49 بوصه فول اتش دي بشاشه اي بي اس، بقى ده بشاشه اي بي اس هتلاقيها غاليه شويه، سعرها 5250 جنيه. الشاشه العاديه من ال 50 بوصه سمارت اندرويد عامله 4300 جنيه، ففي فرق حوالي 900 جنيه بين الاي بي اس والشاشه الليد العاديه. لو اتكلمنا على تلفزيون سمارت فول اتش دي من سوري تلفزيون ال اي دي 43 بوصه فول اتش دي بشاشه اي بي اس، دي سعرها 3200 جنيه، موديل 43 بي. والموديل بتاعنا اللي اتكلمنا عليه، وفي برضو الشاشه الجاك 24 بوصه، في جاك 24 بوصه ال اي دي سعرها 1400 جنيه، دي شاشه عاديه. والشاشه ال اي دي 32 بوصه اللي قلنا عليها العاديه من جاك مش سمارت، انا السمارت عامله 2000 جنيه، العاديه من جاك عامله 1600 جنيه. دي اسعار شاشات جاك وامكانيات الشاشه اللي احنا اتكلمنا عليها، بس لازم نعرف ان شاشات جاك مش هتكون زي ال جي او سامسونج او سوني او توشيبا او حتى تورنيدو، هي اقل ك يعني ك يعني مكونات كتير، اقل ك
دقة، أقل كصيانة ما بعد البيع، لأن الشاشات جاك عامة أو شركة نافع جروب الصيانة فيها للأسف متعبة شوية، مش بتلبي الأوردر بسهولة يعني، أو الصيانة بتاعتها بسهولة. أنا حبيت إن أنا أتكلم عن الشاشة في عجالة، مش حابب إن أنا أطول أكتر من كده لأن أنا طولت وأسف إن أنا طولت. دي شاشات جاك يا جماعة، وأنا بتكلم دلوقتي إن أفضل أنواع الشاشات اللي موجودة من جاك هو شاشة 58 بوصة والشاشة ال 32 بوصة اللي هي عاملة 2000 جنيه، السمارت أندرويد شاشة ممتازة جدا وصورتها كويسة جدا وأندرويد بتاعها عالي وسريع في نفس الوقت. والشاشة ال 50 بوصة اللي هي سعرها عامل 5250، اللي اوت سوري اللي هي 49 بوصة اللي هي 149 ان من جاك، دي سعرها عامل 5250، دي تعتبر احدث شاشة اللي هي 49 بوصة من جاك بشاشة اي بي اس. الشاشة دي ممتازة جدا وامكانية عالية جدا، اللي بيفكر يجيب 50 يجيب ال 49 ديت، هي هي والسعر 5250، لكنها شاشة صورتها نقية جدا 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 وقوية لانها اي بي اس واندرويد في نفس الوقت. فدي امكانيات كويسة بالنسبة لشاشات جاك اللي بدأت تطور وبدأت تحسن من الانتاج بتاعها والبرمجة بتاعت الشاشات، والشكل العام للشاشة اتغير عن زمان بصراحة. انا شفت لما شفت الصورة انا افتكرتها ال جي، ما اقدرش انكر، لكن لما عرفت انها جاك بالصورة النقية ديت واندرويد مش سمارت بس، فامكانية كويسة مع سعر كويس. كل المطلوب منك انك تحافظ على الشاشة بريسيفر كويس وصلت اتش دي، هتلاقي الصورة قدامك يعني اتضمن ربنا في الاول وفي الاخر، بس انا بقولك على ضمانتي هتلاقي صورة قدامك ممتازة جدا 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 ورخيصة جدا 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 في نفس الوقت. اشكركم جزيلا، ولو في اي استفسار عن اي شيء في الامر والخدمة طبعا، ودمتم بالف صحة وسلامة ودمتم بامان الله.